بطنجه نظمت وزاره العدل بشراكه مع جامعه عبد الملك السعدي ندوه دوليه حول موضوع اليات التعاون الدولي والتحديات الامنيه المعاصره بمشاركه خبراء ومختلف الفاعلين في مجال التعاون الدولي. فنا شاكر العلاوي، خديجه الجمالي، عبد العلي قنوري. آليات التعاون الدولي والتحديات الأمنية المعاصرة موضوع هذه الندوة الدولية المنظمة بطنجة بمبادرة من وزارة العدل وبشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومصدر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بجامعة عبد الملك السعدي بحضور خبراء ومختلف المتدخلين بهذا المجال قصد مناقشة موضوع الجريمة العابرة للحدود والسبل الكفيلة بالتصدي لها. فرصة من أجل النقاش والحوار حول المخاطر الأمنية والتحديات الأمنية التي تواجه المنظمة الدولي. هناك تحديات كبيرة ترتبط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، الإرهاب، التجار بالبشر، التجار في المخدرات وما إلى ذلك من الجرائم. عدة تحديات التي تعرفها الساحة والتي تتطلب من الأجهزة القضائية والأمنية التأقلم واقتراح آليات جديدة لصد كل ما يمكن أن يمس بأمن الدولة وأمن المواطنين. تحديات أمنية كبرى تطرح للنقاش عبر هذه الندوة التي تقدم صورة واضحة عن المجهودات المبذولة في إطار التعاون الدولي للوقوف في وجه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها. تعاون هذا القضائي والأمني الدولي مرتبط بجوانب متعددة، لا من حيث القواعد ديال التعاون التي تكون بنية إما على أساس اتفاقيات متعددة الأطراف أو اتفاقيات ثنائية أو إقليمية، أو أيضا على مستوى القانون الداخلي أو مبدأ المعاملة بالمثل. وأيضا خصوصية ديال التعاون الأمني والقضائي الدولي أنه تتداخل فيه مجموعة من المؤسسات. هي إذن ندوة تسلط الضوء على آليات التعاون الدولي في ظل التطور التكنولوجي الحالي وما يطرحه من تحديات أمنية تتطلب تضافر الجهود وانخراط الجميع للتصدي للجريمة.